في التحليلية، صنعاء تكشف عن زيارات دبلوماسية إسرائيلية لليمن في المرحلة السابقة، والميادين تكشف هوية لورانس الإسرائيلي، فأي دور للإمارات في العلاقات السرية المبكرة؟ تعزيزات تركية في إدلب ومحاولات لعرقلة فتح طريق M4، أي تبعات؟ رسالة البابا لا للحروب والتفاوت الاجتماعي، كيف تقرأ في الإطار الأمريكي؟ وفي قضية اليوم، الشهيدان سليمان والمهندس يتصدران المشهد في كربلاء، صور وشعارات ودعم شعبي واضح للحشد، وفاء استراتيجي في مواجهة الحملات العدائية ضد حركات المقاومة في العراق والمنطقة. التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس الشريف.